مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد من ايام المحترف. اكيد حلقتنا النهارده حلقه دسمه جدا جدا جدا، هنتكلم اكيد فيها على الماركاتو الصيفي في اوروبا وقد ايه كان مشتعل، هنتكلم فيها على الدوري الالماني، هنتكلم فيها في حاجات كتيره جدا تخص الدوريات الخمس الكبرى وخاصه الماركاتو الصيفي وتاثيره على الانديه وتاثير اللاعبين على الفرق وطموحات الفرق الكبرى زي يوفنتوس، زي باريس سان جيرمان، زي البايرن، زي تشيلسي. لكن خلينا يمكن من دقائق قليله بنبارك لطبعا فريق النادي الاهلي لكره اليد رجال بعد فوزهم بكاس الكؤوس الافريقيه للمره الرابعه في تاريخهم على حساب طبعا فريق المغربي اللي النهارده يمكن من خلال يمكن دقائق قليله هذا الفريق بيحقق كاس الكؤوس الافريقيه. ألف مبروك لفرقتنا، ألف مبروك اللي معانا دلوقتي الأستاذ ياسر، يعني ده رئيس طبعا كابتن ياسر الرملي، طبعا ده رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، بنبارك له وبنقول له ألف ألف مبروك وإنجاز وكأس جديدة في دولاب النادي الأهلي. كابتن ياسر. ألو. كابتن ياسر ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، يعني الف مبروك ليكم ولجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره والتعيين. الكل تعب الحمد لله، ماتش صعب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. البطوله رجعت للنادي الاهلي تاني بعد ثلاث سنين زي ما وعدناكم البطوله ترجع. صحيح. الحمد لله البطوله رجعت تاني للنادي الاهلي، بطوله جديده وانجاز كبير يضاف لانجازات النادي الاهلي على مستوى كل اللعبات وخاصة كرة اليد، وزي أنت بتقول إنجاز كبير للمرة الرابعة في تاريخنا بنحصل على هذه الكأس الغالية. أكيد مجهود رائع وأكيد فرحة كبيرة جدا جدا دلوقتي موجودة في المغرب، وإحنا جماهير النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي لازم نشارككم الفرحة ونقول لكم ألف مبروك، ومش هنقف عند دي إن شاء الله مزيد من الإنجازات، وخاصة إحنا عارفين فريق كرة اليد بالنادي الأهلي عنده دايما الطموحات وعنده إدارة مميزة جدا 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 على المستوى التخطيطي على مستوى اللاعبين. فتحية ليكم وتحية كمان للاعبتنا، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق دايما. شكرا كابتن هاني، وألف مبروك ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيم. ألف مبروك ليك وجماهير النادي الأهلي، وزي ما بنتكلم بطولات النادي الأهلي وقطار النادي الأهلي لا يقف على المستوى الفردي على المستوى الجماعي. هنا يمكن من لحظات كنا كلنا بنتابع، يمكن قبل ما اخش هوا كنا بنتابع المباراة، ومجهود كبير جدا من لاعبتنا الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي، وما زالت الإنجازات وما زالت البطولات إن شاء الله في طريقها إلى بيتها المعروف النادي الأهلي.